الرزاهي عبد الله بن محمد بن عيف العامري بتوقيت 7:17 أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين في كل مكان. نحييكم ونرحب بحضراتكم من هنا من عاصمة الميادين، مستمرين مع حضراتكم في انطلاقاتنا في هذا المساء ومن خلال هذا المهرجان، مهرجان جائزة زايد الكبرى، ليبدأ مع المركز الأول لأتابع في هذه اللحظات. وسام يا وسام، سعيد بن خير بن سعيد العامري يقدم لنا وسام مع المركز الأول. المركز الثاني القادم الشرتة، الحاضر الشرتة، ليحضر منصور بن أحمد بو عوانه المنصوري ليقدم لنا شعاره. المركز الثالث الحضور الكبير من الواعية 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 الواعية، معتوق بن رقش بالطبازة العامري من يقدم لنا شعاره، بينما الحاضرة أيضا والقادمة الناوية حضرت، الناوية وصلت بهذا الحضور الكبير بهذا الحضور الممتاز. عبد الله بن ثعلب بن حمد الهايري من يقدم لنا شعاره، من يحضر مع شعاره في هذه اللحظات لأتابع القدوم مع المركز الخامس. والحضور من اعتماد، اعتماد قادمة، اعتماد حاضرة، السهيل بن ثعلب بن صقر العامري وانضمت ايضا واحضرت في هذه اللحظات. عالية لمحمد بن سعيد بن حمد الدرعي المقدم لشعاره الحاضر في هذه الاثناء ايضا. اتابع من القادمة، من الواصلة بهذا الحضور الكبير. تصل هنا المايدية، سعيد بن صغير بن حمود الجنيبي مقدما لنا شعاره، وانضم الطواري مطر بن سهيل اليابوني الظاهري، وهناك اسماء قادمة شعارات حاضرة في هذه اللحظات. وسام قادمة بشعار سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، اتابع الظفرة حمد بن قريح بالروس العامري. اشتدت المعركة، معركة اللقاية، معركة الكبار، معركة العمالقة، العودة من جديد الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول والى التحدي الاول والى الحضور الاول. 2 كيلومترات ما يفصلنا، غيرت في هذه اللحظات وانطلقت مع البداية مع الصدارة مع التحدي. الناوية الناوية ناوية على الفوز، ناوية على الناموس، ناوية على الانتصار، يقدمها في هذه اللحظات عبد الله بن ثعلب بن حمد الهايري الهايري. الله 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 يا اهل اللقاية، الله يا اهل اللقاية، الله يا المركز الثاني. القادمة هنا الحاضرة، اتابع الشرتة، الشرتة احد الاسماء القوية، احد الاسماء المرشحة، منصور بن احمد بوعوانه المنصوري يقدم لنا الشرتة، يقدم لنا الشرتة، بينما القادمة مع المركز الثالث يقدم المايدية سعيد بن صغير بن حمود الجنيبي. وبدأوا في الحضور، بدأوا في الوصول لتصل في هذه اللحظات. الله يا عارفين، منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري حضر في هذه اللحظات. لنقترب وإياكم من لوحة الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، ولكن وين البداية؟ وين التحدي؟ وين الإبداع مع الناوية؟ الناوية لعبد الله بن ثعلب بن حمد الهايري والقادمة
حاضرة بكل قوة المايدية، سعيد بن صغير بن حمود الجنيبي، والقادمة أيضا سمحة اليساري بن علي بن محمد المنصوري، والشرطة الشرطة قادمة، والقادمة فيافي فيافي قادمة في هذه اللحظات، سعيد بن سالم بن حمد الجديلي، ولكن وين اللي غيرت؟ وين؟ الله يا سمحة، الله يا سمحة، ساري بن علي بن محمد المنصوري، وفيافي فيافي قادمة، فيافي حاضرة، والقادمة أيضا شودة قادمة مع المركز الثالث سيف بن سهيل بن نخيرة الحفاري الحفاري. اللحظات الأخيرة يا بابا طارن اللقاية طارن اللقاية، ولكن فيافي فيافي سعيد بن سالم بن حمد الجديلي شودة 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 شودة. الأمتار الأخيرة ما بين فيافي ما بين شودة ما بين شودة الحفاري والجديلي، ولكن فيافي فيافي في الأمتار الأخيرة. سلام يا السلطنة على هذا الفوز والانتصار، سعيد بن سالم بن حمد الجديلي من قدم الأداء الكبير والمميز. المركز الثاني شودة لسيف بن سهيل بن نخير الحفاري، والمركز الثالث كان حضور سمحة ساري بن علي بن محمد المنصوري، والمركز الرابع حضور الناوية عبد الله بن سعيد بن حمد الهايري، والمركز الخامس عارفين لمنصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. مشكور يا ابو الخطاب يا من قدمت لنا فيافي بهذا العرض المميز بهذا العرض الكبير، وسلام الى السلطنة، سلام. سعيد بن سالم بن حمد الجديلي قدم فيافي لتنتزع ناموس هذا الشوط. التوقيت الزمني 7 دقائق 23 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. المركز الثاني كانت شودة، أيضا قدمت أداء جميل وكبير لسيف بن سهيل بن نخيرة الحفاري، توقيتها 7 دقائق 23 ثانية 9 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كان حضور سمحة لساري بن علي بن محمد المنصوري، من قدمت أداء أيضا مميز، توقيتها 7 دقائق 25 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم بهذه الانطلاقة وفي هذا الملتقى، ملتقى الأصايل في جائزة زايد الكبرى هناك أيضا في عاصمة الميادين.